السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع مفيد في الرياضيات مستوى الخامس صفحة 54. المثلث والمعين والمحيط والمساحة. تمرين 9، في إطار اهتمامي بالزراعة المستدامة، قسم السيد محمد بن علال أرضه إلى 3 أقسام باعتماد الدورة الزراعية، حيث خصص هذه السنة قسما لزراعة الذرة، وقسما آخر لزراعة برسيم، وقسما آخر سيزرع فيه لاحقا اليقطين، وجعل بين كل قسم سلكا فاصلا. أحدد قياس طول السلك الذي يحيط بحفل الذرة، أحدد قياس طول السلك الذي يحيط بحقل البرسيم، أحدد مساحة حقل الذرة، أحدد مساحة حقل البرسيم. دابا ها الصورة، شنو عندنا الصورة؟ الصورة هذا معين. عندنا القاعدة الكبرى، القطر الأكبر، القطر الأكبر عندنا 10 ديامتر، والقطر الأصغر عندنا 40 ديامتر ديال داك المستطيل اللي عندنا في وسط المعيه اللي في وسط داك المستطيل. وعندنا مثلث هنا، عندنا 4 ديال المثلثات، المثلث الاول والمثلث الثاني والثالث والمثلث ديال البرسيم. دابا قال لنا حدد قياس طول السلك الذي يحيط بحقل الدوره، قياس طول السلك الذي يحيط بحقل الدورة، يعني أننا غنقلبو على محيط حقل الدورة. شنو المحيط حقل الدورة؟ عندنا المحيط، عندنا عطينا الضلع ديال المحيط 55 ديامتر. شنو هو المحيط؟ المحيط هو كيكون هاد الأضلع ديالو متساويين، هاد الضلع هذا متساوي مع هاد الضلع، متساوي مع الضلع هذا، متساوي مع هاد الضلع. شنو غيكون المحيط؟ المحيط هي بي 4 ضربوها في 55، اش تعطينا مساحة ديال، غيعطينا محيط حقل الدورة اللي هو المحيط. غنديرو 4، كتبوها هنا، محيط حقل الدورة هو السلك الذي يحيط بحقل الدورة. ضربها في 55 اللي غتساوي لنا هي 220 ديامتر. دابا عاوتاني طلبوا لنا وحدد قياس طول السلك الذي يحيط بحقل برسيم. حقل برسيم هو هذا، حقل برسيم هو هذا، وهذا حقل برسيم. شنو هما عاطينا؟ عطينا هذا 55، هذا لأن هذا جاي على الضلع 55. عندنا هذه 100 متر، المساحة هذه النصف ديالها غتعطينا هي 50، وهذه 40، هذه المساحة من هنا لهنا 40، النصف ديالها غتعطينا هي 20. دابا حنا نقلبوا على طول السلك الذي يحيط بحقل الدورة، المحيط المثلث. دابا نقلبوا على المحيط المثلث. شنو هو المحيط المثلث؟ هو بي تساوي 55، هادي 55، هذا المحيط ديال حقل البرسي، كتعطينا هي 55 زائد 50 اللي هنايا، زائد 50 اللي هنايا، زائد 20 اللي هنايا 20، حيت هنا عندنا المسافة كلها 40، ولكن من هنا لهنا النصف هي 20. هي كتجينا بي تساوي 55 زائد 50 زائد 20. يعني دابا غنديرو طول السلك الذي يحيط بحقل البرسيم، يعني المحيط المثلث.
نكتبوا محيط المثلث، محيط المثلث، محيط المثلث تساوي بي، بي تساوي، بي تساوي 55، 55 مضروب زائد، عفوا زائد 50 زائد 20 تساوي تعطينا 125 سنتيمتر. هذا هو محيط المثلث. دابا عندنا المحيط المثلث سرينا. دابا احدد مساحة حقل الدورة. هاد حقل الدورة نشوفوا المساحة ديالها. دابا المساحة شنو كتساوي؟ هي هو القطر الكبير مضروب في القطر الصغير مقسوم على جوج. مساحة قلنا حقل الدورة هو مساحة المعين، هو هذا هي غادي اس كتساوي هي القطر الكبير مضروب في القطر الصغير مقسوم على جوج. اذا مساحة الحقل الدورة اللي هو المعين، مساحة المعين اس تساوي دي كبيرة مضروبة دي صغيرة مقسومة على جوج، اللي كتساوي 100 مضروبة في 40 مقسومة على جوج تساوي 2000 ديامتر، 2000 ديامتر. دابا قدنا مساحة، أحدد مساحة حقل برسيم. مساحة حقل برسيم هي مساحة المثلث، هي مساحة المثلث، هذا المثلث اللي عندنا هنا المساحة ديالو، المساحة ديالو هي كتساوي بي مضروبة في هاش مقسومة على جوج، القاعدة في الارتفاع مقسومة على جوج. مساحة المثلث كتبوه هنا مقلناش، كتبوه مساحة المثلث هي 50 مضروبة في 20 مضروبة في 20 مقسومة على جوج، القاعدة في الارتفاع مقسومة على جوج تساوي 500 ديامتر. دابا نتقاو المثلث، نتقاو السؤال 10، التمرين رقم 10. الواجهة الأمامية للخيمة في الصورة المجاورة على شكل المثلث، قاعدته 4 متر وارتفاعه 3 متر، ما مساحة القماش المستعمل لهذه الواجهة؟ المساحة ديال المثلث، هذا مثلث المساحة ديالو شنو عطينا؟ هم عطينا قاعدة، القاعدة اللي هي 4 متر وعطينا ارتفاع هي 3 متر، والمساحة شنو كتقول؟ المساحة كتقول هي القاعدة مضروبة في ارتفاع مقسومة على جوج. اذا المساحة غتكون هي 4 مضروبة في 3 مقسومة على جوج، يعني تعطينا 6 متر مربع. مساحة المثلث، مساحة المثلث، مساحة، مساحة، مساحة المثلث هي 4 مضروبة في 3 مقسومة على جوج، مقسومة على جوج تساوي 4 × 3 = 12 مقسوم على جوج عطاتنا 6، هي 6 متر مربع، متر مربع. دابا عندنا مثلث 3، مساحة مثلث 3 استعمل عملية الجمع بدل، لا هي هذيك عملية 3
مساحة المثلث هي 4 × 3 مقسومة على 2 × 6. دابا انتقلوا لتمرين 11. تمرين 11 انجزوا النشاط التالي في الدفتر، ألاحظوا كيف حسب أنس قياس مساحة كل مضلع ثم أحدد الأخطاء المرتكبة وأصححها. دابا عندنا هذا المثلث، عاطينا القاعدة اللي هي 8 سنتيمتر، وعطينا المساحة، عطينا القاعدة هي 8 سنتيمتر، 8 سنتيمتر، وعطينا الارتفاع اللي هو 5 سنتيمتر. القاعدة اللي كتقول اس تساوي بيت فوغ 5 ديفيزي باغ 2، إذا 8 × 5 مقسومة على 2 لا تعطينا 20. هاد العملية هادي صحيحة، نشوفو هذا هاد الشكل. هذا عندنا المعيّن، شنو عطينا؟ عطينا القاعدة القطر الكبير والقطر الصغير، شكل معيّن. المساحة هي المعيّن هي 8 كنضربوها في 4 ماشي كنضربوها في 5، إذا هذه خطأ، عندنا تمرين، عندنا المثلث الأصفر، عندنا هنايا الشكل، عندنا 8 + 5 مقسوم على 2 عطاتنا 6.5، الشكل المثلث قائم الزاوية. دابا هذه المساحة، كنقولو هي القاعدة مضروبة في الارتفاع، إذا هنايا داير هو 8 + 5، فعوض ما يدير 8 × 5 داير 8 + 5 مقسوم على 2، إذا انتهى هاد العملية خطأ، خصو يدير الضرب، عملية الضرب ماشي عملية الزائد. القاعدة كتقول، ارتفاع، القاعدة في الارتفاع مقسومة على 2، خطأ. دابا ننتقلو لتمرين 12. تمرين 12 عندنا معين جانبه مركب من 4 مثلثات قائمة الزوايا في أو متقايسة، احسب مساحة المعين علما أن طول القطر الأكبر هو 6 سنتيمتر وطول القطر الأصغر هو 4 سنتيمتر. قالك احسب مساحة المعين، المساحة، وحسب مساحة المثلث الأصفر. دابا نحسبوا المساحة ديال المعين، وعاد نحسبوا المساحة ديال المثلث الأصفر. دابا غادي نحسبوا مساحة المعين، شنو هي؟ يا اس مضروبة في القطر الكبير، مضروب في القطر الصغير مقسوم على 2، اللي هي 6 × 4، 6 × 4 مقسومة على 2، اللي هي كتساوي 12، 6 × 4 = 24 مقسومة على 2 غتعطينا 12 سنتيمتر مربع، هي 6 × 4 مقسومة على 2 اللي كتساوي 12 سنتيمتر مربع. دابا قالك حسب مساحة المثلث الأصفر، شنو هو المثلث الأصفر؟ عندنا هنايا معين، عندنا هاد 3 مثلثات متساويين، هاد المعين عندنا فيه 3 مثلثات متساويين، كي هاد المثلث، باش لبغينا المساحة، ديال المثلث الأصفر شنو ناخدو؟ نديرو المعين كله نقسمو على 4 ويعطينا المساحة ديال هاد المثلث الأصفر، لأن 4 مثلثات متقايسة، هادي كتساوي هادي كتساوي هادي كتساوي هادي، إذا غنديرو إس واحد تساوي إس، واحد تساوي إس مقسومة على 4، تساوي إس مقسومة على 4، المساحة ديال المثلث المعين مقسومة على المثلث باش على 4 باش كتعطينا، المثلث الأصفر اللي هي 12 مقسومة، على 4 كتساوي 3 سنتيمتر.
حسنا، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا في هذا الفيديو، وبذلك أكون قد أكملت هذه الصفحة في الرياضيات. والسلام، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.